وسط أجواء مختلفة بعد افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة المنصورة الجديدة بتشهد الاحتفال بأول عيد ميلاد، وطبعا المدينة عندها مقومات خاصة بيها بتخلي الاحتفال فيها مميز جدا، خصوصا إنها بتطل على البحر، وكمان تم العمل على تمهيد الشواطئ والجلسات المهيئة للاحتفالات. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الأجواء هناك. معنا على التليفون المهندس ياسر كحلة، نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة. صباح الخير على حضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب. صباح النور. صباح الخير، أهلا بيك يا فندم. يعني وصف لنا كده بداية الأجزاء اللي بتشهدها مدينة المنصورة الجديدة، خاصة أنه أول احتفال ليها بعد افتتاح سيادة الرئيس، يعني عيد ميلادها الأول، خلينا نقول مشاهد الاحتفال فيها عاملة إزاي؟ إحنا بداية بنتقدم بخالص التهنئة والتبريكات لجموع المصريين والأخوة الأكبر، ومناسبة عيد الميلاد المجيد، أعاد الله علينا دوما بالصحة والرخاء والازدهار والخير والأمان. والحقيقة إن في مئات من المواطنين متواجدة حاليا، وامبارح الجمعة على كورنيش المنصورة الجديدة. كورنيش المنصورة الجديدة اللي بيمتد بطول 4200 متر، اللي تم الانتهاء منه تماما، وكان احنا اتشرفنا بوجود فخامة رئيس الجمهورية وقام بتفقده وافتتاحه. وهو الحقيقة بيحتوي على العديد من الكافيتريات، حاليا جهاز المدينة مجهز كافيتريات لخدمة المواطنين الموجودين، وموجود عليه أماكن جلوس وملاعب وممتلكات للأطفال وحرس دراجات وبرجولات، وإضافة إلى ملاعب خضراء لخدمة المواطنين المتواجدين حاليا. فعلا أنا موجود هناك، وموجود في مواطنين كتير على الكورنيش عندنا. يعني احنا شايفين على الشاشة دلوقتي كمان الشكل النهائي يمكن للمباني الجاهزة والخالصة في مدينة المنصورة الجديدة، يعني حاجة طيب. بصراحة جميلة جدا. حاجة كمان ممكن نتكلم عنها يا بسنت، عن أبرز مقومات المدينة للجذب السياحي. حضرتك قلت إن في أهالي كتير خرجوا، وفي متنزهات، والناس مبسوطة وفرحانة. أبرز مظاهر الجذب إيه في المدينة؟ طب هو المدينة طبعا المساحة الإجمالية لها 7200 فدان، المرحلة الأولانية اللي تم تشرفنا بافتتاحها في فخامة رئيس الجمهورية 2063 فدان، وهي الحقيقة تحتوي على 19430 وحدة بكامل المستويات، وهي من إحدى مدن الجيل الرابع اللي تتميز إن هي مدن مستدامة. مدن مستدامة يعني فيها جميع المستويات للإسكان، وبالتالي فده نقطة جذب لجميع المستويات المختلفة، ابتداء من الإسكان الاجتماعي المميز 58 عمارة، وسكن مصر 196 عمارة. عظيم. وجنة مصر 168 عمارة، بالإضافة لإسكان الفيلات، والحقيقة 1149 فيلا، وده حوالي 15% من إجمالي الوحدات المتاحة للمنصورة الجديدة. وبالتالي فوجود تنوع الإسكان ده طبعا جذب لجميع مستويات المواطنين، بالإضافة إن المدينة من عناصر الجذب فيها إن هي مدينة خضراء، تسمى مدينة خضراء، نسبة المناطق الخضراء فيها حوالي 25% من إجمالي المساحة الإجمالية. يعني المساحة عندي 7200 فدان، المناطق الخضراء بس حوالي 2000 فدان. بالإضافة من عوامل الجذب أيضا إن هي مدينة خدمية، يعني مدينة فيها كامل الخدمات، في 2 مدرسة تعليم أساسي، ومركز صحي، و8 أسواق تجارية، ومركز شرطة وإطفاء، ومحطة بنزين، و5 مساجد، و2 كنيسة. طبعا احنا في تعليمات مشدده من رئيس الجمهوريه يكون متواجد خدمات الدينيه، موجود مساجد، موجود كنائس. بالاضافه ان المدينه من الجذب فيها ايضا ان هي مدينه ذكيه، يعني مدينه من المدن الجيل الرابع اللي تميز ان هي تكون مدن ذكيه، يعني فيها التكنولوجيا الحديثه للاتصالات بتستخدم لخدمه المواطنين. يعني في اعدادات ذكيه لكل وحده من الوحدات اللي موجوده في المدينه، في اعمده ذكيه بها كاميرات مراقبه لخدمه المواطنين او المناطق كلها عندي متغطيه امنيه، بالاضافه ان في تحكم الي في المراقب، وطبعا دي حاجه مش موجوده في المدن الاجيال السابقه، ان في تحكم الي في المراقب في مركز التحكم الرئيسي للجهاز، يحصل اي مشكله عندي بمراقبه الضغوط، بارتفاع الضغوط، انخفاض الضغوط في الشبكات، بضغط الزر اقدر اوقف القطاع المعين ده. وبالتالي زي ما حضرتك بتقول ان هي يعني فيها جامع الخدمات، وحتى الفيديوهات او الصور للمدينه تبين حجم المناطق الخضراء فيها،
ودي عامل جذب رهيب للمواطنين. اكيد اكيد. طيب هل في مواطنين على في الشواطئ على البحر ولا لسه الجو برد دلوقتي؟ لا هو في بعض الناس بدات، بس هو امس كان في كتير موجودين، واليوم ان شاء الله متوقع والجهاز عامل حسابه ان في ناس تكون متواجده وجاهز بالتواجد يعني. الجو عامل ايه النهارده؟ لا الجو جميل جدا والشط مناسب والشمس طالعه يعني الامور تمام الحمد لله يعني. هي. طيب حضرتك قلت انه في كنيستين مظبوط؟ كنيستين تم افتتاحهم؟ احنا يعني نسبه تنفيذ باحدى الكنائس حوالي 80% يعني ان شاء الله في خلال متوقع شهرين تتسلم يعني ان شاء الله. عظيم. طب ولو اتكلمنا عن الاحتفالات بقى يا فندم، يعني كلمنا عن ايه اللي حصل؟ ايه اللي متوقع حدوثه يمكن؟ والله هو يا فندم احنا طبعا زي ما قلتوا في الاول ان هي احنا كاننا مدينه ساحليه على الشاطئ، فطبعا دي جذب للمواطنين، واحنا منتظرين طبعا احنا جاهزين بالشاطئ، لو في صور هتلاقي بان حجم المناطق الخضراء اللي موجوده على الكورنيش وما تحتويه من خدمات من برجولات وملاعب وكافيتريات، فدي من المظاهر اللي احنا يعني دايما جميع المناسبات سواء الاعياد او ايام الجمعه او الاجازات بيجي لنا مواطنين كتير بيستمتعوا بالشاطئ وبالتشطيب الرهيب اللي موجود في الكورنيش. طبعا احنا نفذنا الكورنيش لخدمه المواطنين بصفه عامه. هايل. يعني كل الشكر ليك المهندس ياسر كحلة نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة، وشفنا مع حضرتكم يعني الاحتفالات أو إزاي بتستعد المنصورة الجديدة في أول عيد ليها، إن هي تستعد للزوار وزي ما احنا شايفين الإنجازات الكبيرة، وفعلا يعني تم الانتهاء من المدينة بالكامل دلوقتي. صحيح.